إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبها، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أردت أن ينفع الله سبحانه وتعالى بعملك فعليك بالإخلاص، فبه يبارك بعملك وترى أثره في حياتك قبل موتك.